السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات. اليوم غندوز معكم الصبلي نوار. غادي نبدأ إن شاء الله. عندنا نص كيلو ديال الزبدة، وعندنا 200 غرام ديال الكاوكاو محمر ومطحون، وعندنا 250 غرام ديال السنيدة، و100 غرام ديال بودر كاكاو، و7 غرام ديال الخميرة، وعندنا كيلو و200 ديال الدقيق، و250 ملل ديال الزيت. عندنا 6 البيضات و2 ديال الصفر ديال البيض. نبداو ان شاء الله بالخليط. نخلطو الزبدة مع سنيدة، نخلطوهم مزيان حتى يطلقو مزيان، ومن بعد غادي نستعملو الطراب. غنضربو الخليط ديالنا بالطراب مزيان حتى يبان لينا بدا كيبيض، غير يبان لينا كيبيض كيطلع بحال لاكريم. وغنبداو نضيفو عليه الزيت شوية بشوية. نبداو نرميو الزيت ونضرب شوية، ونعاود عاوتاني نزيد الربع بحال هكاك حتى نكمل الزيت ويطلع ليا داك العجين بحال لاكريم كما كتشوفوا. ها هو بدا كيطلع، ها هي الزيت كملناها، باقي فيها غير شوية غادي نزيدو. دابا بالنسبة للخليط ديالنا هو بدا كيبيض كيطلع بحال لاكريم. وغادي نجمع ليه دوك الجناب باش يطلع لينا دغيا بالزربة. هاهو الزيت كملتو، الخليط ديالنا بدا كيطلع، هو طلع صافي. دابا غادي نحاول نخوي البيض شويه بشويه. بالنسبه للبيض ديالنا ضروري يدخل للتلاجة باش يبرد، باش يساعدنا في داك الخليط يطلع دغيا بالزرب. صافي الخليط ديالنا تجمع طلع. دابا كنرمي البيض، انتوما شفتو ملي رميت البيض بارد بدا كيطلع بالزربه. ها هو الخليط ديالنا طلع. بالنسبه للدقيق غادي نجمعو هو داك الكاوكاو اللي حمرناه وطحناه، وبودر كاكاو بودر ديال الشوكولاط، والخميره. غنجمعوهم كلهم ونخلطوهم، وعاد غادي نخويهم على الخليط ديالنا وغنبداو نحركو شويه بشويه. حيت الى درنا داك الدقيق كنديروه شويه بشويه ونبداو نخلطو، العجين ديالنا ملي غادي يدخل الفران غادي يتجمع، غادي يبدا يتجبد، غيولي بحال لاستيك وغيبدا يتجمع، مغاديش يبقى على العبر ديالو. اول الخليط ديالنا جمعنا العجين ديالنا. دابا غنغطيوه وغندخلوه للثلاجة واحد ربع ساعة تقريبا باش يبرد شي شوية، باش يساعدنا الا بدينا كنسرحو. دابا خرجنا من الثلاجة غادي نسرحوه. بالنسبة لي انا كنسرح الصابلي في لي سوربات. اللي ما عندهمش لي سوربات غادي يستعملو مثلا، غيستعملو الميكا، يقطعوا الميكا بحال هكا كيديروا وحده لتحت وحده لفوق ويبداو يسرحوا. دابا العجين ديالي قسمته على جوج، واحد غندير فيه الشكل ديال الهلال، وواحد غادي نحربلو وغندوزو في كاوكاو هاشي. بالنسبه للكاوكاو
كناخذ داك كوكو الابيض مقشر راه كيتباع هكا كبيض، وضروري نديرو في شي ماء سخون باش يرطب لينا شي شويه ونحيدوه من الماء ونخليوه نشوف واحد شويه عاد نديرو في الماكينه باش نهشيو. دابا بالنسبه للفران، شعلت الفران ودرتو في 170 درجه وغندخلو الصابلي تقريبا في 170 درجه و 18 دقيقه حتى 19 دقيقه. وبالنسبه للناس اللي عندهم الفران ديال الغاز ضروري يقابلوه يبدا يطلع عليه شويه بشويه حتى يطيب. النص الاخر ها هو حربلته، غندير ليه شويه البيض بالشيتا كنهرس بيضه كلها احنا غندوزو فوق داك الكاوكاو وغنحطو في الطاوة وغندخلوه للثلاجة باش يقصح لينا باش ملي كنقطعوه يبان مفيني مزيان. اما الا قطعناه هكا غادي يعوج لينا ما غاديش يتفينا مزيان. ها هو الصابلي ديالنا موجود، دابا غندخلو التلاجة. ها هو خرجتو من التلاجة اللي كنقطعو دابا كما كتشوفو كيجي ساهل. وغنصطفو في الطاوة وغندخلو الفران. ها هو الصابلي ديالنا خرج من الفران، بديت كنفيني فيه. غندير فيه بالنسبة لهذا اللي كتشوفو ديال الهلال غندير فيه جوج شكل حتى تلاتة شكل، واحد غندير ليه شكلاط كحل ونرمي عليه داك كوكو محمر داك كوكو هاشي اللي شفتو أبيض دخلتو الفران وحمرتو هو باش غنزوقو. وبالنسبة للشكل التاني غندير ليه شكلاط أبيض بحال هكاك وغندير فوق منو البيستاج. هذا الاخر اللي قطعته غنزوقو غير بالشوكولاط بيض من الفوق. بالنسبه للديكور كل واحد يزوق بديك الطريقه اللي بغى. ها هو الاخر اللي غندير ليه البيستاج. وكنتمنى تدعمونا بالبارطاج وتبارطاجيو الاصدقاء ديالكم باش ان شاء الله نزيد ونستمروا. ونزيدو ونعطيكم ان شاء الله حوايج جداد ان شاء الله.